الا مصري. محمد يا مرحبا والله شدد يا مرحبا عليكم السلام يا مرحبا حياك الله يا مرحبا والله خير ابشر الله يطول عمرك الله يطول عمرك والله بخير كيفك يا استاذ عساك طيب كل شيء زين وين انت سلام هلا عساك بسوا اجازتكم بس والله الحمد لله لا مدام اليوم اول يوم باذن الله ما راح اطول عليكم شرح بسيط ها بطلع على بدري اطلعكم ان شاء الله فسحه بدري الله يبيض وجهك خاوي عندكم دوري اليوم ولا عندنا لا انت تبشرون شرح بسيط بس ركزوا معي 10 دقائق 5 دقائق وحنا خاصين باذن الله معك طلب المقال شو كنت تلطم يا سب شو اسمك يا طال عمرك عن طالب طالب اليامي تخو عايض شو كنت تلطم كيف مزور ترى من ام وانا من ام كيف مزور مبسوط انا مبسوط يا اخي قدامك مدرس قدامك مدرس يا اخي ما مدرس كبره لا كبره لا تقوم قدامك مدرس كبر ابوك يا اخي قدامك مدرس كبر ابوك يا اخي قف المعلم يوفي تبجيله كاد المعلم ان يكون رسولا يا اخي فك اللطمه واجلس وركز لا دق على ابوك ركز ادق على ابوك حط رقم المطعم يعني خلاص يعني كبرنا قد حنا ونتخرج الباقي عليك هذا رقم طقطق وكوميديا يا اخي شوف اخوك يا اخي شوف اخوك شوف اخوك كيف مؤدب كيف انه دايم مراكز الاولى في المدرسه بينه وبين نفسه كيف بينه وبين نفسه؟ ما هو اخوك ذا؟ ما اعرفه اعطيك رقم ابوه عايض تعال انا بجيك العلم معك كلم العلم معك رقم ما كلم العلم معك كلم يا رجاك كم رقم خلهم كم رقم خله يكلم خله عطى رقم عطى ما اعرفه عطى رقم حتى في البيت مو هو ليش كذا؟ ليش مسوين حركة إنه زاحف؟ ما أدري عنه أكيد ما أدري شو يحس. ما ينفع. عط رقم. خذ رقم أبوي. عطني. بعطي رقم أبوي. عطني. خل... أي أخذ. أي خلاص. أجلس بجيك. أجلس. يمكن ما هو برقم. يمكن بعطيك رقم مطعم خوه. أنا بعطيك رقم. لا لا مو مقصر. عايز من طلاب مشاهدين عندي. خليك مكان. الله يسعدك. عطني. 0-5-0. أنا كنت صحت معلمك. ها ماني منع منك من ذي. خلاص سب. عاد المدرس ما بكرهه. صبورة ما أشوفها يا رجال. لا. العلم معك يا طالب العلم معك انا جايك ما علي ما علي بيدق على الشاي الو عطنا كلمه فهد هذا المدير فهد شريان يا مرحبا ولك طالب اليومي يا عقوت رتيع على راسي انت ولي امره الله لا يهينك تعال المدرسه به علم قطرتي على راسي على كيف يا مرحبا بك يا مرحبا بك العلم يا طالب لما طال وشمخ ايش بتسوي حركات الزحيم هذه لازم تنتهي اليوم انا زاحف ابوك بيجي الحين انا زاحف ابوك بيجي وتعال من وياك أنا خليك الفصل بطلع انا زاحف طالب عليكم السلام يا مرحبا ابوك جا قب يا مرحبتين فجر ريان والنعم طالب اليوم ما هذا حظك واخو عايض اي يا مرحبا الله يبجيك طال عمرك ولدك لعله زودها وش قومه زودها شو مسوي من هو عايض ولا طالب لا عايض ما شاء الله عليه طالب مجتهد اجا عني ما شاء الله انا حمال احبي ما له ما راح اجا عني عز الله تبيك في عايض انه ما راح تسد اجا عليه لكن اخوه اجا عني اخوه والنعم فيك لكن اخوه لعل طول داخلين الفصل ومتلطم يتطاول لسانه على مدرسه هل يرضيك ذا يا ابو لا ما يرضيني هل يرضيك ذا يا ابو طالب شو اسوي ها اي بالله يتطاول رجال كبري كبر ابوك ويرفع صوته علي ويتطاول وشلون العلم ذا هل يرضيك ذا ادعي لي السلام عليكم فكيت اللطمه تعال ابو والله معك تعال عايض تستاهل باجر يا مرحبا ارحب يا مرحبا ارحب لا ما عليك ما ابدا الحين ارحب شلون تفهم قريب يعني ما بتجي يعني انه وانا وانا اشتري السلام وشكم كان طالب تلطم وتغافس المدرس ما سويت شيء يا رجال بالله متلطم حطها على وجهي وانا اقول لك الكبير واقول لك العاقل يا رجال بالله حطها انت اخوك اللي صار منك بالله حطها على وجهي بس ها انا ترى ما ودي اغافس حطها على وجهي والله يا ابا العادل تلطم ابوك واللي يقول المدرس سوى أبشي. ولا ثاني مرتبه صار من سريع انا شايف جاي معك العصر لكن انا ما ناديتك عشان تضرب ولدك لا احنا طول العمر الضرب ما عندهم في عدد الزمان اي انا ابيك تجلس مع الرجال هو قد رجال قدها بيتخرب علمني عندي يا ان شاء الله ابي اضبط على ابيك تعطي من ذا العذاب عايد هاي ان شاء الله ابد العلم عندك العلم عندك بينك وبينه
ارجع يا عايد ارجع فصل. الرجال دخل علي وانا فاهي متلطم انتبهت هاي ابشر واخلو انك لك الحين في مجلس عند رجال متلطم. لا والله ماني متلطم. يعني ما بتجيك خليك رجال وخليك مضبوط وخليك ثقه عشان اشتري لك موتر جديد وخليك تروح للبنك وتستانس. عني ناوي لك موتر ابشر على خشم. لكن الحين بشتري العويضين كامرين جديد. لا ابشر وهو يستاهل وابشر على خشم طول عمرك. ابدا ما عدم اسويها انا 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 اسف طال عمرك. انا اسف طال عمرك ان شاء الله انا اخر مره باذن الله. انت اخوي الله يطول عمرك. واجينا ربي انت قدوتنا. هو كثر ما قعد لكم البركات تعود على اللطف من العجال ومن الشلل المره. والله 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 انا نعمة التالي لكن لعلها زلت مرتين ثلاثه. لكن ترى احنا يا اخوي كمدرسين ابشر ابشر نبدا نبدا وصول. لا والله لا والله وصول 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 عندي يا ابو شريان احنا كمدرسين والله ما جينا الا نبي ننفعكم ونخدمكم. ما هي تنفع حركات انك ترفع صوتك على المدرس طجر انك ابو ابوك. اعتذر لا على اسوق قدوتنا الله يطول عمرك طويل. على لا كلمني عقب شهر وعلمني انك مو انا بشتري لك موتر وبخليك تروح لبستان وعويض بشتري لك كامري يشتان تمشى في الرياض ويفل عمرك. اعذر ام عقب ذا الموقف بعد ما درس اطلعوا على رياضاتكم يا رب. والله لا تتبروا عذرني يا شايخ عذرني يا شايخ عذور عذور اي يعني حلوه سلام عليكم. شلكم كامري مش حتطلع عمرك اصبر انا كامري انا شايخ يا حبيبي. هلا والله مرحبا احنا هالشيء شبعي هلا ابو ونعم والله ونعم الرجال انا ادري طلع ونعم 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 اخوي عيالي انا اخويا اخوي مقصر رفيز اللوم انا اخوي ونعم هرح هرح يابا هرح ويروح صوبه هرح للبن الوجه ايوه انا بروح انا من الرسوم عمر اخذنا طعام يلا 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 يبا يبا اقول بس استاذ لهم بس استاذ لهم يا استاذ تسمح لهم تعلبوا كل جنبه ما تبيع علي ولا نجيب يا ما لنا فيهم نجوم اخويا انا يابا رجال اخويا يقعدون مع رابعهم ويدرسون والله والله العظيم لو انك ابوي لفصل المدرسه ترى نبي شد عندنا شديد عند البتشلون شبوك معك بتشلون شبوك عندنا ندرس الله لا يهينكم وجزوا بس عشان نبي نكمل على ما يقولون الرساله عساها توصل الله لا يهينكم يا الربع الله لا يهينكم وجز طول عمرك طالب الله لا يهينك اقرب تسلم جعل مبتخش في ضرب لبيك لا لا انت الله لا يهينكم يا الربع احنا مشهد بسيط عشان بس وصلنا رساله اهم شيء الموت اربع ويضا بشري لك كامري صغيره تمشى بالرياض ايش صار الله لا يهينك بس اقول احنا ما قصرت في ذا المشهد احنا مشهد بسيط نبغى نوصل رساله نعم عن انه كيف مدرسين جعل عمرك طويل وداكم ممتاز ابو الشباب والله بيض الله وجهك فكرات الرساله الله يسعدك الرساله المدرسين هم ابان الثنين اي والله هذا ما يحتاج كلنا قد تخرجنا على مدرسين نذكرهم يمكن الى يومنا الله يذكرهم بالخير جميع فالمدرسين المدرسين يعانون من بعض الشكليات على ما يقولون لكن باذن الله ان ذا الوقت ذا الزمان انها بدات تنتهي بعد الله يهينك بدأت انت احنا نبغى نوصل بس الرساله ان ولا اقطع حرك نبغى نوصل رساله انت ترى المدرس ما يجي يطلع من بيته ويتعب ويوصل المدرسه الا يا اخوي الطالب انه يوصل يبي يعاملك زي ولده ولا اخوه الصغير يبي يوصل لك علما هو دروسه وجمع عشان يوصله لك صحيح فما لها داعي انك تطول عليه ترى هو بعضهم مثل عمر اخوك الكبير بعضهم مثل عمر ابوك صحيح اما حركات الزحمه دي كلنا عندنا الزحمه لكن هذه بخلها بينك وبين اخويا والله كلام اما لا دخل المدرس احترمه واسمع درسه كاد المعلم كاد المعلم ان يصب كوره كاد المعلم قفل المعلم يوفي تبجيله كاد المعلم ان يكون رسولا لا لا ماني بحاسب هالي لا لا ها لا جنب ذاك يحاول يجمع ذا العلم لانه بيوصله لك بنات افكارك غاليه